أدام الله جمالكم وحسنكم أيها الحضور الكريم، فبمناسبة إدراج فقرة المدعوم في قائمة التذكيرية للتراث غير المادي العالمي لليونسكو ببوتسوانا يوم 6 جانفي 2023، ونظرا لكون هذا الفن يجسد عنصرا اساسيا من الهويه التراثيه الثقافيه المغربيه الاصيله، اضحى من الضروري صيانته والحفاظ عليه وتعريف به وتشجيع المهتمين به على احيائه ونقل الاجيال الصاعده ضمان الاستمراريه. يعتبر فن الملحوظ من ابرز الفنون والاداب الشعبيه انتاجا واوسع انتشارا بين مختلف شرائح المجتمع المغربي، نظرا لاهميته لاهميه مضامينه وتنوع اشكاله وروعه ايقاعاته وعلى مستوى ومستوى لغته الواقعه وسطا بين الفصحى والعاميه. ولعل هذا التميز الذي يتفرد به الملحون هو ما جعل هوته والمعنيين به وعشاقه عامة، وحتى بعض شعرائه يتجاوزون الانتساب للطبقة العامية إلى فئة العلماء والحكام، مهتمين به طربا وإنشانا وبحثا وإبداعا. أيها الحضور الكريم، فن الملحون بتردد من الفنون القائمة على الإيقاعات والكف دون اللجوء إليه من الآلات الموسيقية الأخرى الوترية، ويسمى هنا في مدينتنا العزيزة فن البريحة. فن البريحة، وبالرغم من اعتماد بعض الفرق على الآلات الموسيقية، إلا أن هذا يعتبر من التأثيرات المستحدثة استجابة للتطور فن الملحون أو للعرض على المنصات أو في الحفلات. أيها الأفاضل أيها الفضيات، يطيب لي أن أقدم لكم الفقرة الأولى، وهي تنتمي إلى جمعية رودانية أصيلة، وهي الجمعية الرودانية لهواة الملحون. فهذه الأخيرة أسست بمدينة رودان سنة 1983 على يد غيوري من مدينة رودان على هذا التراث الأصيل، وعلى رأسه الشيخ الحاج عمر بوري، سبيقة الشيخ عمر بوري فأصبحت الجمعية تسهر على تكوين وتدريب الخلف الناشئ لضمان استمرارية هذا الفن، وقد شاركت في عدة ملتقيات وطنية ودولية، منها المناظرة الثقافية الأولى لسنة 1986، وعدة مهرجانات فن الملحون بكل التأثيرات ومراكش وسنة ومدراس، كما شاركت دوليا بجولة فنية في هولندا بلجيكا سنة 2001، القاهرة سنة 2002، ألمانيا سنة 2003، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2007، ودولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2009، وكل من فرنسا وإسبانيا عدة مرات. برضو في جيل كبير برضو الجمعية الرودانية للملحون. أيضا ساهمت الجمعية في إنجاح عدة ملتقيات ومهرجانات، ونذكر منها ميلودية المدارس، ملتقى 7 رجال في مراكش، ملتقى أسبي، وملتقى جمعية مولاي إدريس بن المامون بسلا، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين الجمعية الرودانية والجمعيات المذكورة. ولا ننسى مشاركة الجمعية في 6 دورات متتالية للمهرجان الوطني لفن الملحون بتأهيلات الذي تنظمه المديرية الجامعية لوزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة في جهة درعا تفيلا. فالجمعية الرودانية لفن الملحون والفنون الشعبية تتوفر على مجموعة متتالية شاركت معها في جميع التظاهرات المذكورة أعلاه، وكذا احتفالات الشعب المغربي بالمناسبات الوطنية والدينية، كما تسهر على تنظيم مهرجانات مهرجان ملحوني وطني كل سنة، وهي الآن بصدد التحضير لتنظيم الدورة 10 يوم 12 يناير 2024 بهذا المركز الجميل، هذا المركز الذي نفتخر به كسكان مدينة بلدان
فمرحبا بكم ان شاء الله يوم 12/13 يناير 2024 هنا في هذا المقر في ضيافه الجمعيه الاعلاميه لهواه البلدان. سيداتي سادتي، الجمعية الرودانية لفلم اللون والفنون الشعبية هي من رئاسة الأستاذ والأخ والصديق الحاج محمد أمين، تفقت مع الحاج محمد أمين ووراني زوق الجمعية الرودانية لفن الملحون والفنون الشعبية برئاسة المقدم إسماعيل شقاوة، تفقتكم الجو سيمتعنا اليوم ويقربنا بثلاث قصائد. القصيدة الأولى قصيدة الحجة من نظم الشاعر عبد الهادي، والقصيدة الثانية إن شاء الله هي قصيدة التوبة من نظم الشاعر سليمان، والقصيدة الثالثة هي عبودة الله من نظم سيدي الدور العالمي، وهذه القصائد كلها ان شاء الله في انشاد المقدم اسماعيل اصحابه. تصبيحاتكم يا جمهور الكريم، اترككم مع جوق الفرقه الرودانيه هو الفرقه الرودانيه لفلم الحول والفنون الشعبيه. Oh,
I don't know.